hollow block slab. Hollow block slab هي فكرة بتطبق لما الاسمنت تبقى كبيرة وانت عندك اعمدة بس المسافات بينهم كبيرة. فلو حسبت البلاطة لو احنا هنشتغل بنظام سوليد سلاب او جات سلاب او وات ايفر وبلاطة مصمطة يعني هتبقى تخانتها كبيرة جدا. فتكلفنا فلوس كتير وصلصالة والاون ويت بتاعها هيبقى تقيل. هتبقى هي في حد ذاتها تقول على المبنى بدل ما هي بتشيل هي اصبحت عبء. طب الفكرة بمنتهى البساطة ان انا بحط حاجة خفيفة في قلب البلاطه دي وادخلها، يعني انا هكبر البلاطه بتاعتي هدخلها 25 سم مثلا، ولكن حطيت في قلبها حاجه واخده حيز واخده فوليوم، لكن الحاجه دي اليونت ويت بتاعها قليل. طب الحاجه دي ممكن تكون ايه؟ بلاطه طوب مفرغ، وممكن تكون فوم، يعني شايف ده؟ ده فوم بوليستايرين. اوكي؟ الفوم ده يعني بيواجههم مشاكل لما يجوا يرصوا الفوم اللي هو كان بيكون ممكن يجيب في الهواء خفيف جدا، يعني حتى ده اخف بكتير من ده. احنا بنتكلم عن الفوم لوكس، فوم لوكس مفيش ده اليونت ليت بتاعها ولا حاجه، بسيط جدا. تمام؟ ف لما احنا نفكر في الفكره دي انت تلاقي ان انت وفرت ده لود، وفرت ده لود في نفس الوقت وفرت ماتيريال كمتر مكعب فرصات. تمام؟ طيب شكلها بيبقى عامل ازاي؟ هو ده شكل، ده حاله. خلي بالك بقى احنا في عندنا نوعين النهارده، هنتكلم عن اول نوع، النهارده هنتكلم عن الوان واي بلاطه اللي هنتكلم عليه النهارده هو النظام ده. اوكي؟ اما النوع الاخر الاوبشن الثاني التو واي بلاطه. طب ايه الفرق بينهم؟ اديك شايف هنا لما تبص على الصوره اللي هناك او على الرسمه دي هتلاقي زي صفوف خطوط. تمام؟ صف من البلوكات، لكن هنا لا، ده بص هنا او هنا هتلاقي بتاعت مكعبات ترصد. تمام؟ المكعبات المرصوصه دي لما تيجي تفكر فيها المكعبات المرصوصه دي تفرق معانا في ايه؟ قال لك اه انا خلي بالك ده هيشتغل تو واي زي التو واي سلاب بتاعك. ليه؟ ازاي بيشتغل؟ شايفين المسافات اللي ما بين البلوكات وبعض؟ وحتى لو بصيت على الوان شايف في مسافه ما بين كل صف والتاني؟ دي بنسميها ريب. ريب بالعربي يعني عصب. ريب حسب المصطلح في الطب. ده ريب. اللي هو العظمه بتاعت القفص الصدري. دي ريبس. تمام؟ بره عندهم اكله ريبس اللي هو الريش. عليك. فاما هي الفكره دي الريب دي هي بتشتغل، هي في حد ذاتها اصبحت بيه. ولو جينا خدنا كروس سكشن فيها هتلاقي عامله حرف تي. اوكي؟ هتلاقي عامله حرف تي. طيب خد، يبقى ده معناه ان هي بتشتغل في الاتجاه، في الاتجاه ده. على فكره الواي واي مش شرط ان هي تكون في الاتجاه ده، يعني ممكن واحد يروح يعملها في اتجاه طويل. طبعا هو تصرف في حد ذاته تصرف غريب يعني، بس هو منطقي يقول ان هو يتحرك في اتجاه قصير يعني عشان كديزاين يقلل المومنت العام. حلو؟ طيب قرار 1 واي ولا 2 واي انت برضه ده مبني على السناب ادمنستريشن. يعني لو احنا بنتكلم عن حاجه مش على اساس مش ريش ما بين الطول والعرض. اوكي؟ يعني البعد ده والبعد ده بتقارن ما بينهم، ده قرابين الاثنين تقريبا، ده ضابط. فاه طبيعي ان احنا منطقيا لكن دي يعني دول بيلعبوا ما بين واحد ونص والاثنين، المنظر اللي انا شايفه ده. تقريبا واحد ونص، هو واحد ونص. فايه؟ لا، نقدر نعملها تو واي. خلاص؟ طيب. حد عايز تنبيه على موضوع لبس الكمامه. الكمامه تغطي وشك. طيب دلوقتي خلي بالك بقى موضوع الدايمنشن بتاع السوليد بتاع البودي بلوكس مبني على برضه على حاجه ثانيه.
انت هيبقى عندك خلي بالك لو انا جيت هنا وقطعت سكشن بالعرض وقطعت سكشن بالطول هشوف المنظر ده هنا انت هنا شايف البلوكات مرصوصه جنب بعض كصف مفيش حاجه ما بينهم لان انت قاطع هنا كده لكن هنا انت قاطع كده انت شايف ايه؟ انت شايف الريبس بتاعك خلاص؟ فالدايمنشننج هنا بيتوقف على عدد البلوكات اللي هو بيتوقف على ايه؟ اللي هو بيتوقف على الدايمنشن بتاع البلوكات اصلا. حلو؟ وعلى الدايمنشن بتاع الريبس. حلو؟ يعني انت الريبس احنا بنقول هنسيب مسافه ما بين كل بلوك والثاني. فالمسافه دي قد ايه؟ سمحتوا اللي داخل من غير كمامه يلبسها. المسافه دي قد ايه؟ هنشوف. طيب يبقى هيفضل في مسافه خلوا بالكم بقى هيفضل في مسافه هنا بس وهنا. المسافه دي مش متغطيه للبكات يبقى المسافه دي هتبقى جزء من البيم اللي على الطرف. حلو؟ طيب البيم اللي على الطرف دي ممكن يكون مفيش بيم اصلا. يعني ممكن يكون اصلا مفيش كاميرا صغيره. الكاميرا الصغيره دي مش هتبروجكتد بيه. ممكن يكون مفيش بروجكتد بيه. فلو مفيش بروجكتد بيه هنسميها هيدن بيه. اصبحت هيدن بيه ليه؟ لان الكاميرا اصبحت مستخبيه وسط البلوكات، انت مش شايفها. انت لو انت قاعد في المبنى بعد ما مشطب قبل ما تشطب هتشطب طبعا لان انت شايف البلوكات من تحت. لكن بعد ما تشطب انت مش شايفها. اوكي؟ طيب تعال نشوف منظر تاني هنا دي بقى الحاله دي اللي هو انا ما عنديش بروجكتد بيم هنا خلاص في يعني الحاله دي انا عندي بروجكتد بيم شايف في كاميرا هنا ايه نازله صفر لكن هنا انا ما عنديش بروجكتد بيم مش موجود فدي بنسميها هيدن بيم اوكي الهيدن بيم دي حتى الكود عملها سبيسيفيكيشنز معينه بالذات في الشير ان هي لها وضعيه خاصه جدا ان هي ممكن يحصل فيها مشكله في الشيل بتاعها. خلي بالك بقى حته النمبر اوف بلوك دايمنشن دي تاني، يعني نيجي نتكلم على هنا، انا دلوقتي بقول لك وبرضه يفضل يستحسن ان احنا يعني ما نبقاش نسيبش اطوال طويله كده، نيجي يعني عند كل ثلاث او اربع بلوكات نعمل حاجه اسمها كروس فيت، حاجه بتعدي كده وتروح. اوكي؟ عشان تربط كل خرسانه وبعض، عشان الحاجه ما تنفصلش عن بعض. لو انت حسبت المسافه دي المسافه دي بتساوي ايه؟ بتساوي عدد البلوكات في الاتجاه ده مضروب في ايه؟ بالطول اللي هو 2 مللي تمام؟ زائد 100 اللي هي ايه؟ عرض الكروس ريت دي 100 مللي يعني الكروس ريت بتاعنا بتبقى في الحدود دي عادة بتبقى عرضها 100 مللي تمام؟ طيب خلي بالك بقى هنا بقى لو انت بتحسب المسافه دي قد ايه؟ تعالى دخلنا المسافه دي المسافه دي ركز معايا المسافه من هنا من وش البلوكات لوش البلوكات اللي وراها قد ايه؟ البلوكات اللي انا مستخدمها 400 في 200 يبقى المسافه من وش دي لوش دي قد ايه؟ 500 صح؟ يبقى اضرب 500 في عددهم واشيل منهم 100 اللي هو عشان انا عندي واحده ناقصه. ان انا خدت من وش لوش. اوكي؟ فاهمين؟ 100 400 وفي 10 في 10 سم جنبها في 100 في 100 جنبها. حلو؟ يبقى 400 زائد 100 ب 500. يبقى 500 في عددهم في عدد البلوكات. ونشيل منهم 100 لان انا واخد من الوش للوش انا مش مدخل ال 100 الاخيره معايا. اوكي؟ انا مش مدخل الاخرانيه معايا لان الاخرانيه دي هتبقى جزء من الكاميرا. نيجي نعمل ديزاين احنا جزء من الكاميرا. اوكي؟ تمام؟ وضحت؟ طيب برضو على حسب انت عندك كارت راس ريب احنا هنشوف احنا بقى خلاف الحسبه دي هتتغير يعني هنا كان عندي كروس ريب واحده فزاد ليه هنا ما كانش عندي كروس ريب ما زودتش هنا بقى عندي ثلاثه كروس ريب واحد اثنين ثلاثه فاحنا زودين 300 واخدين بالكم؟
هنا في ساعة في المسألة يعني انت القرار في النهاية هنا يرجع لك، بس هو يفضل ما تسيبش ثلاثة أربعة ورا بعض من غير ما تعمل كروس ليب بعدهم. ليه؟ لأن الفكرة هنا إن إحنا بنبقى عايزين الخرسانة تشق على البلوكات دي. وطبعا في ميزة في الطول الأسمنتي أو البلوكات الأسمنتية عن الفوم حاجة، إن هو أصلا البلوكات الأسمنتية هي بطبيعتها هي أسمنت، هي معمولة من الأسمنت، فالبوند بتاع الخرسانة معاها هيبقى حلو، لكن الفوم لا هو مش معمول من الأسمنت، هو مش هيبوند عليها أوي. فهو هنا عشان كده في كلام يعني. أنا أعرف طلبة كانوا بيعملوا مشروع أخضر جربوا يحطوا أزايز بلاستيك بدل البلوكات، ازاز بلاستيك يعني يكون اربع ازايز يحطهم في بعض بقى دي مكان النقطة اشتغل. بس كانت مشكلة حاجة واحدة ان الازايز لحد ذاتها ضعيف، بعض الاحيان الخرسانة نفسها ضغطها اثناء الحب يتسبب في ان هي في ديفورم يعني. طيب الكود برضه قال لنا شوية حاجات مهمة في الجزئية دي. قال لك الكلير سبيسنج اللي هو يعني حجم البلوك ما بين الريبس، في سبيسنج ما بين الريبس اللي هو حجم البلوكه نفسها ما يزيدش عن 400 مللي. طبعا هو اصلا صعب ان حد يجيب حجم البلوك 700 مللي، بس هو خلي بالك ممكن واحد يقف في دماغه ان هو يحط اربع بلوكات جنب بعض مثلا جنب بعض لاصقين في بعض. اوكي ف لا طيب الابعاد الريب الحد الادنى بتاعها 100 مللي او هو الاقل ما بين 100 مللي او دي على 3. اوكي فانت مثلا بقى عندك تخانة 250 مللي نقسم على 3 تبقى 83، يبقى اقل من 100 يبقى تاخد ايه في 100 تاخد الاكبر يا كان الاكبر من الاثنين دول. تمام؟ طيب خلي بالك دي بقى برضه حته الخانه اللي فوق اللي هو المسافه ما بين الطبق بتاع البلوكات لغايه وش الخرسانه من فوق. تمام؟ المسافه دي لا تقل عن 50 مللي او يعني 10 الاكبر منهما. دي اللي هو مين هو المسافه دي؟ اوكي؟ يعني لو احنا البلوكات بتاعتنا 400 مللي مثلا لو 400 مللي من 400 مللي على 10 ل 40 من 50 هتقوم واخد مين؟ 50. اوكي؟ طيب وبرده قال لك انت المينيموم بتاعك وسط التسليح اللي هو التسليح فوق اصلا المينيموم في الاتجاه ده 5×16 5×6 انا اصلا مش معترف بالـ 5×6 لو واحد انا ما بسلحش مش معترف بيه. ليه؟ لان ده الصدى ممكن يقلب ثواني. بالنسبه لنا ده 5×8. طيب. زي ما قلنا احنا اتكلمنا عن السي اس، واتكلمنا عن البي، واتكلمنا عن المينيمم اوف تيمبو. تمام؟ واللودز اللايف لود خلي بقى حضرتك حاجه اللايف لود بتاعتي هي بتتحكم في مساله عدد الكروس ليبس والستان والحاجات دي. يعني انا دلوقتي انا جيت بقول لك والله انا عندي هو فكره ايه؟ هنتكلم فيها. قال لك اللايف لود عندك لو هو اقل من 3 كيلو متر والسبان اقل من 5 انت برضه ما تحتاجش كروس ليبس. لو السبان اقل من 5 هتحتاج واحد. لو اللود اكتر من 3 واحد ما بين 4 و7 هتحتاج واحد. لو انت اعلى من 3 وانت اكتر من 7 متر هتحتاج 3 كروس ليبس. طب ممكن واحد يقول هو ليه التعقيدات دي؟ قال لك اصل هو اللي هيحصل ايه؟ هو ايه اللي بيحصل لما السبان تكبر؟ وايه اللي يحصل لما اللود يزيد؟ احب افكركم بمصطلح انتوا خدتوه المفروض خدتوه السنه اللي فاتت اسمه سيرفيسابيلتي ليمت ستيت. يعني ايه سيرفيسابيلتي ليمت ستيت؟ يعني المفروض ان ما يحصلش ديفلكشن عالي.
جود ما نسمحش او ما تقولوش ريفلكشن عادي. جود ريفلكشن يبقى حاجه ليميتد سيستم، تمام؟ طيب الريفلكشن ده احنا هنحكمه ازاي؟ ما هو انا هل لو حصل ولا عندي فول بلوكس محطوط ومفيش الكروس ريفس دي مش موجوده، اوكي؟ ايه اللي هيحصل؟ حد يقول لي؟ هتبتدي تنفصل. خلاص انا عندي حاجتين بيكونوا الحاجه، انا عندي دلوقتي البلوكات وعندي الخرسانه اللي حواليها. البلوكات هتبتدي تنفصل عن الخرسانه. اكيد احنا مش عايزين نعرف. طب نحكمها ازاي في حركه الكروس ريفس؟ فانا محتاج ان انا هتحكم في الموضوع ده ازاي؟ بمساله الكروس ريفس. او ازود الكروس ريفس الاتجاه. وخلي بالك ده الحد الادنى، يعني ده الحد الادنى للكود هيحاسبك لو انت ما عملتوش. جميل الفكره؟ لكن ممكن تزود، ممكن واحد يزود اه بالظبط. محدش هيقول لك. تمام؟ طيب. تعالوا نتكلم عن الريسك. ايه احتاج ريسك؟ نعملها ديزاين ازاي؟